طيب يا جماعة، قلت احنا بس في هيك شغلة انا حكيت لكم اياها في الاساينمنت، في موضوع مثلا تحقق من رقم التليفون او الجوال، وفي بعض الاحيان ممكن احتاجها في شغلات تانية، وحكينا الحل الوحيد للتحقق انه انا استخدم حاجة بنسميها regular expression. لان regular expression موجودة في كل لغات البرمجة، الهدف منها انه انا بتحقق من نص من خلال شكله وليس قيمته. يعني زي موضوع الايميل، انا كده اتحقق ان الايميل صح، الايميلات لها قيم مختلفة لكن لها شكل واحد، انه لازم في عندي اسم ات وبعد هيك دومين، فهنا في شكل واحد للسترينج. فهنا بنستخدم في التحقق من شكل السترينج مش قيمته، نستخدم دائما regular expression، وكل لغات البرمجة بتوفرها ومن ضمنها طبعا بي اتش بي. زائد انه حتى اللارافيل وفرت لي رول لموضوع regular expression، انه انا بس علي اعطي للرول هذه ايش هو كيف شكل regular expression حيكون، وبالتالي هي بتعمل لي ماتش هل فعلا السترينج اللي انا بقارن معه صحيح او في مشكله. الان قواعد regular expression كبيره، انا صايب مش خبير يعني 100% في regular expression، بس يعني ممكن اقدر اكتب اي expression على المستوى اللي انا ممكن اكون محتاجه. لو بدنا نتكلم بشكل عام في البي اتش بي على موضوع regular expression، فانا هيك مبدئيا هحط الكود اللي انا كتست هنا في الملفات اللي احنا كنا عاملينها. فبدي اعمل لك فانكشن بسيطه في الكنترولر تبع الكاتيجوريز بهدف بس انه انا اوضح لكم الفكره، او حتى ممكن ليش نعمل هنا، ممكن اروح على ملف الراوت مباشره. اوكي هذا انا سبتها لكم كملاحظه. بدي اجي اعمل هنا راوت بطريقة الجيت، ونيجي نتكلم على ريج اكسب، بدي اعمل راوت هيك شكله، ومباشرة بدي احط فانكشن عشان بس الهدف انه مجرد عرض مش اكتر. لا ممكن هنا اكتب الكود تبع regular expression تبعه. طبعا موضوع regular expression هو في يكون عندي زي expression معين بنكتب بشكل string، هذا اللي انا بكتبه بصيغه بحيث ان انا اطابق الفورمات اللي انا بدي اياه. طبعا اي regular expression في البدايه له حاجه بنسميها الديليميترز، اللي هو بدايه الاكسبريشن ونهايه الاكسبريشن، فهذا عباره عن اني كاركتر انا بستخدمه. يعني مثلا عاده نستخدم السلاش، وبالتالي الاكسبريشن تبعي بيجي في المنطقه هذه، تمام؟ بس الاول تو كاركتر، الاول والاخر الكاركترز هذول بنسميهم احنا الديليميترز، لازم يكونوا شبه بعض، تمام؟ يعني هذا بدايه الاكسبريشن وهذا نهايه الاكسبريشن. طبعا مش شرط يكون سلاش، ممكن تستخدمه اني كاركتر، ممكن يكون هاش مثلا، واجي احط الاكسبريشن تبعي في المنطقه هذه. هذه اول قاعده في الريجولار اكسبريشن، وفي حاجه نسميها الديليميترز، بدايه ونهايه الاكسبريشن هي اني كاركتر، اي كاركتر ممكن يخطر في بالك، بس تستخدم كاركترز يعني افضل، زي مثلا يا اما سلاش يا اما الهاش على سبيل المثال، هم اكثر شيوعا في ايش كديليميترز للريجولار اكسبريشن. طيب لو افترضنا احنا استخدمنا الهاش، او حتى انا بفضل دائما السلاشز. الان انا الموضوع regular expression انه انا لو كتبت كلمه مثلا زي كلمه word هيك، هذا بتعني انا بعمل ماتش لنص بيحتوي على كلمه word، تمام؟ يعني ممكن عشان اوضح المثال اكثر، لو انا عملت مثلا هنا تيست يساوي مثلا hello world، هي word، خلينا نكتبها word، وهنا نكتب word. هذا انا بفضل في موقع ممكن نعمل عليه تيست بشكل مباشر بس عشان تمام. الان انا هذا النص بدي اتحقق منه هل بيحتوي على كلمه word ولا لا. طبعا احنا في عندنا الفانكشن تاعت الاس ار بوزيشن اصلا ممكن استخدمها للموضوع هذا، لكن برضه ممكن استخدم الاكسبريشن. طبعا في حاله ابحث على قيمه معينه ما فيش داعي استخدم regular expression، بس بهدف ان اوضح لكم بعض قواعد الريجولار اكسبريشن. لان كيف انا في البي اتش بي بدي اقارن نص من خلال الاكسبريشن او اللي بيقابله، في عندنا فانكشن اسمها بريك اندر سكور ماتش، هذه بعطيها الاكسبريشن تبعي وبعطيها النص اللي بدي افحصه، وهذه طبعا بترجع لي ترو او فولس، يعني هذه حترجع لي الماتش هل في ماتش بين النص هذا والاكسبريشن او لا. بعد بس نتيجتها هتعطيني اما ترو او فولس. انا عاده ممكن احطها في ستيتمنت. خلينا نعمل تنفيذ لهي الصفحه سلاش اكسبريشن على طول اعطاني واحد يعني ترو، وبالتالي فعلا انه انا فعليا عندي الكلمه هاي بتحتوي على وورد. تمام، لو انا ما بتحتيش على كلمه وورد
زيرو. زي ما حكينا انا ثلاثة ما استخدمهاش عشان ابحث عن كلمة، انا ببحث عن شكل معين. لو بدنا نتكلم على موضوع زي رقم الجوال مثلا، احنا بنعرف رقم جوالاتنا مثلا 0591234567، هذا يفترض رقم جوال صحيح. كيف بدنا نعمل له ماتش هنا؟ واضح انه رقم الجوال مثلا بالنسبة لنا احنا بدنا اياه يكون بيبدأ بالمقدمة 059 او 056 مثلا، وبالتالي انا بدي اجي احكي له انه انا بدي يكون عندي هاي المقدمة. الآن كيف نعرفها؟ في عدة طرق. لأن ممكن أجي أحكي له أثبتها 059 تمام أور 056 آسف، هذا بتعني إنه هذا الرقم أو هذا الرقم، فهذه زي معنى أور. بس هيك أنا قاعد أدور إنه هل هيدور في كل الرقم تمام، هذا هتجيب هيدور فيها في كل الرقم، فعليا هيعمل مات لانه فعليا الرقم ده بيحتوي على 059. تمام، عمل لي ماتش. حكيت لو انا ما فيش عندي 059، في عندي 59 اللي هي جزء من اللي انا بدور عليه، مش هيعمل لي ماتش لانه انا حكي له لازم 059 او 056. النقطة اللي بعد هيك، أنا في عندي سبع أرقام دائما بتيجي بعد المقدمة هاي، فأنا ممكن أجي بعد هيك أحكي له، ومرات عشان أفصل بستخدم الأقواس للفصل. الأقواس لها دورين، مرات عشان أفصل ومرات عشان أنا معني إنه هذا كمان أعمل له ماتش يعني صب، هذا بنسميه زي صب إكسبريشن جوا الإكسبريشن الرئيسي. فأنا بدي أحكي له هنا أي رقم من مكون من سبع خانات، فانا في عندي عده طرق. ممكن استخدم الباك سلاش دي اللي بتعني اني ديجيت تمام، انا بدي بالضبط سبع ارقام فممكن احكي له سبع، فهيك صار الاكسبريشن تبعي انه انا عباره عن رقم بيحتوي على 059 وراه او 056 وراه بيجي سبع ارقام. طبعا رقمنا بيعمل ماش وبالتالي هنعمل الترو. طب لو انا حطيت نص او ارقام تانية في المهم، هيعمل ماتش ولا مش هيعمل ماتش؟ هيعمل ماتش، لان هو النص اللي انا ببحث فيه بيحتوي على الاكسبريشن تبعه اللي هو المنطقه هذه، فعليا هيعمل لي ماتش. لاحظوا اعطاني واحد، لان لو انا بدي اقول له لا ممنوع يكون، انا بدي اياه بالضبط هيك تمام يبدا وينتهي، يعني يكون بالضبط هو هيك شكله. ففي عندنا سبيشال نوتيشن زي اشاره الاس اللي هي وين مكانها، هذه بتعني انه لازم يبدا ب 059 او صفر، يعني نفس السترنج بيبدا بالرقم هذا تمام. بس هيك هذه الحركه حتمنع انه هنا مش هيعمل لي ماتش تمام على طول صفر، لكن لو انا حطيت الرقم ورا هيعمل ماتش ولا مش هيعمل ماتش؟ هيعمل ماتش. ليش؟ لانه هو اخذ اول سبعه لقاهم مطابقين تمام؟ نفس المبدا، لو انا بدي اقول له لا كمان الرقم بشكل كامل، فانا بقول له نهايه كمان لازم يكون بينتهي بهذا الشكل، فبحط اشاره الدولار ساين. هذول لهم معنى خاص، بدايه ونهايه الاكسبريشن تمام؟ هيك انا بضمن انه لازم السترينج كله على بعضه هو هيك شكله، مش جزء منه تمام؟ هيك عمل ماتش، اي رقم حنحطه غلط سواء في الأول أو في الآخر زيادة حيصير يعطيني صفر أو كذا دولار ساين 1 2 3 4 5 6 7. إنه لا من غير ما أدخل جوا هذه أور هذه ثواني الأقواس ما فات، هذه يكون لها دور هيك صح تمام. يفضل يعني تمام احنا مرات نعمل فواصل افضل، لان مرات بنفهم الاكسبريشن بطريقه معينه. قلت بدون الاقواس ما كانش يعطيني ماتش، او كان يعمل لي ماتش حتى مع الرقم الزياده. قلت الرقم الزياده انا صار يبطل يعطيني ماتش، لو حذفنا على هيك الرقم الصحيح اعطاني ماتش تمام. طبعا في بعض الامور، موضوع مثلا الديجيتس هذه مثلا ممكن اكتبها بطريقه ثانيه، ممكن احكي له مثلا من 0 ل 9 كلاس. طبعا لاحظوا هنا لازم استخدم الاقواس البراكتس هذول. هنا بنيجي نتكلم عن حاجه بنسميها الرينج او كلاس، انا بقول له ارقام من 0 ل 9 تمام، هي نفس الباك سلاش دي بس هذه طريقه ثانيه لها.
الاقواس هاي انا بحدد الرقم. طبعا في عندي عده طرق لتحديد العدد او التكرار. في عندي مثلا البلس بتعني 1 اور مور، يعني على الاقل 1 نمبر لقد ما بدك، وبالتالي طبعا حيعمل ماتش للرقم تبعنا بس حيعمل ماتش لاي رقم ثاني كمان. في عندي الستار هاي بتعمل لي 0 اور مور، يعني ممكن يكون في رقم بعد 0 5 9 او ما يكونش، تمام؟ رقم يعني رقم واحد بغض النظر عن عددهم، او حتى ما يكونش عندي ولا رقم. فهي البلس بتعني 1 اور مور، الستار بتعني 0 اور مور. حالتنا طبعا احنا غلط، لا هي البلس ولا هي الستار. الان في الاقواس هذا احنا استخدمنا 1 ديجيت زي هيك، لكن انا فعليا ممكن احكي له مثلا 1.7، هذا بتعني مينيمم 1 نمبر ماكسيمم 7 ارقام، يعني صار عندي زي رينج من 1 ل 7. احنا في حالتنا برضه غلط، احنا بدنا بالضبط 7. لو انا حكيت له بدون اي رقم صارت 0 اور مور، يعني ماكسيمم 7 بغض النظر قديش المينيمم، تمام؟ والعكس ممكن احكي 7 والفاصل، تمام، وفاصله وراها بتعني على الاقل 7، على الاقل 7 بغض النظر قديش العدد الماكسيمم، بدي بالضبط 7 فبنحطها 7 لحالها بدون اي فواصل. طبعا من نظام القواعد هاي لو انا بدي اخلي اسمح مثلا باشاره الداش، انا بدي يكون الاكسبريشن هيك بالضبط ينكتب، تمام؟ فهيك معناته انا صار عندي انه لازم يكون بعد الثلاث ارقام هدول بده يكون عندي داش، فانا ممكن احطها بشكل واضح زي كذا، بس لانه الداش لها معنى خاص. لاحظوا الداش ليش بنستخدمها؟ عشان اعمل زي رينج. هذا دائما اي كاركتر له معنى خاص في الاكسبريشن نعمل له دائما سكيب، تمام؟ فعشان هيك مثلا هذه عشان احكي انه بدك تعمل لي ماتش للداش نفسها انا احط ايش سكيب. طبعا حطيت الداش بينهم لانه اكيد بدك تيجي في الوسط بيناتهم. طبعا هيك الرقم هذا حيعطيني برضه ماتش. لو انا ما حطيت الداش حيصير يحكي لي ايش؟ نوت ماتش. او بدي اخلي الداش موجوده او مش موجوده، يعني ممكن تكون موجوده ممكن ما تكونش موجوده، ايش ممكن نحط؟ علامة استفهام اللي هي 0 اور 1. علامة الاستفهام بتعني 0 اور 1، يعني يا موجودة يا موجودة لمرة واحدة فقط. فهيك طبعا بدونها عمل لي ماتش، وما وجودها كمان حيعطيني ماتش. طبعا في نظام الرينجز اللي انا ممكن اكتبها بس كمعلومة الوقت، انا ممكن حتى اعمل رينج من كاركترز مثلا A to Z. طبعا regular expression يا جماعة بالوضع الطبيعي هو case sensitive، فA to Z غير عن A زد. حكيت هذا الكلاس اللي انا عامله هنا بيعني اني نمبر واني كاركتر، او عفوا اني الفا كاركتر او مع ان ايش واي رقم. طبعا لاحظوا ما بحطش فواصل، يعني هنا فعليا هذا لقيت هذا بتعني انه ممكن الرقم السبع خانات هدول يكون بيحتوي على احرف كمان، يعني ممكن استبدل مثلا رقم 2 بحرف زي البي هيعمل مات، يعني انا سامح بالاحرف، تمام، تكون من ضمن السبع قيم اللي انا بدي اياهم، تمام. طبعا لو انا لغيت انه انا سامح للاحرف حيصير يعطيني ان ماتش، فيش بين الفواصل، لكن فيش فواصل على طول A to Z و A to Z ومن 0 ل 9. هيك معناته انا بسمح بالارقام والاحرف. بدي اسمح مثلا بالسبيسز، فطبعا يا بحط سبيس يا بستخدم الباك سلاش اس اللي بتعني اني سبيس، يعني اي نوع من انواع السبيسز سواء كانت سبيس او تاب، تمام. الباك سلاش اس بتعملها ماتش، تمام. بدي مثلا اسمح بالاندر سكور، فاي كاركتر بدي اسمح له يكون من ضمن الرينج هذا او من ضمن الكلاس هذا، هذا بنسميها كلاس. كلاس بعرف فيه مجموعه من الكاركترز اللي انا بدي اسمح فيها. ففي عندي نظام رينجز وفي عندي نظام لا بشكل واضح بحدد ايش الكاركترز اللي انا بدي اسمح فيه. مثلا هيك انا سمحت بالسبيسز مع الاندر سكور كمان. لو بدي اسمح بالدوت، طبعا الدوت لها معنى خاص في الاكسبريشن. الدوت بتعني اني كاركتر، فالدوت هذا لو انا حطيتها زي كذا بتعني اي كاركتر،
بس انا ما بدي اني كاركتر، انا لا ما اقصد هنا الدوت نفسها، فعشان لها معنى خاص وايش بعمل لها؟ سكيب. دائما اي كاركتر له معنى خاص نعمل له سكيب. فهيك فعليا يعني احنا ممكن نعرف هيك هيك بنكتب صيغه الريجولار اكسبريشن بهذا المفهوم العام تبعه. الاقواس هاي ما لهاش اي معنى، بس بهدف انه انا مرات بعمل زي سب اكسبريشن، مرات بنحتاجها في موضوع لو انا بدي اعمل سيرش على مقطع واستبدله، فبدي اعرف بعد ما امسك المقطع هذا كيف ايش القيمه تبعته عشان استبدلها. فمرات بنستخدم موضوع الاقواس هذه عشان نعمل زي ريجولار اكسبريشن. لان لو رجعنا مره ثانيه لمثال رقم الجوال، فاحنا حنسمح فقط لارقام من 0 ل 9. وطبعا في عندنا ميزه في البريك ماتش انه انا ممكن اخليه يرجع لي التطابق اللي لقاه، فانا ممكن امرر فاريبل في البارامتر الثالث للبريك ماتش. هذا الفاريبل عباره حنعمل له باسنج باي ريفرنس، تمام؟ وبالتالي الفانكشن اللي هترجع لي ترو او فولس، واذا رجعت لي ترو في الماتشز فاريبل هذا حيرجع لي شو النص اللي طابقه، تمام؟ يعني لو انا عملت الوقت دي للماتشز نفسها، اطبق هذه فوق، هعمل دي للماتشز نفسها. طبعا ما رجع ليش حاجة، في عنا فيش تطابق لأنه في عندي حرف. أكيد لو في تطابق هيرجع لي مين؟ أكيد رجع لي ثلاث قيم، رجع لي الماتش الكامل هو الإكسبريشن الأصلي. لاحظوا أنا عندي الإكسبريشن الأصلي، هذا هو الإكسبريشن الأصلي كله، فصار عليه ماتش رجع لي، ورجع لي 0.59. ليش؟ اللي هو السب إكسبريشن الأول، هذا أول سب إكسبريشن محطوط بين قوسين، هذا سب اكسبريشن فبيرجع لحاله كمان. فلو انا ماني عارف هو كان حاطط 0.59 ولا 0.56 هيك حعرف. وبعد هيك المقطع الثاني اللي هو السب اكسبريشن الثاني كمان اللي هو السبع ارقام، ما يرجع لي اياهم بشكل مستقل. فانا فعليا بامكاني اعرف بالضبط شو الماتشز اللي صارت هنا، تمام؟ طبعا لو انا عندي مجموعه ارقام مثلا وانا بدي اتركها بايش؟ بمبدا انه يحتوي السترنج على الارقام هذه. فعليا الارقام هذه عندي ثلاثه ماتشز مش وان ماتش، هذا المقطع بيمثل الماتش وهذا برضه ماتش وهذا ماتش. طبعا انا لاحظوا تعمدت اشيل الاوس والدولار ساين عشان يعمل لي ماتش. هنا حيرجع لي دائما بس اول ماتش. طب باقي الماتشز يعني باقي الارقام، لو انا في عندي ارقام ثانيه زي هيك مثلا 2 3 5 6 7. هو عمل ماتش، جاب لي ماتش لاول قيمه، هو فعليا باقي القيم عمل لهم ماتش. اجت في ممكن استخدم ممكن اسمها بريك ماتش اول، يعني رجع لي كل اللي صار لهم ماتش، هي نفس البارامترز بتاخذ ومن ضمنها الماتشز. ولو عملنا ريفرش صارت اري اوف اري. هي هاي رقمين تانيين، لا هيعمل لي مثلا هذول حظهم غلط، لقيت هذا غلط وهذا غلط، هيعمل لي ماتش بس لاول واحد. هذول بالنسبه له لا مش هيرجعوا من ضمن الماتشز. لقيت الماتش اول، اذا لقى ماتش على الاقل واحد هيرجع لي ترو، وفي الاري تاعت الماتشز هيرجع لي بس اللي انعمل له ماتش، اللي فيهم خطا خلص هيقول لك مش موجود، يعني بالنسبه له مش موجودين. لا بالضبط، هاي ريفرش، هذه المقاطع طبعا مش شايفين، هذه المقاطع السب اكسبريشنز، يعني جاب بس من اول رقم لانه الباقيين هذول نوت ماتشنج. طبعا لو احنا حطينا الاس والستار هيك فعليا كل السترنج تبع نوت ماتش يعتبر. لقيت كل سترنج انا هيك عم بدي اقارن هذا كله هيك لازم يكون عباره عن الرقم، وهذا غلط طبعا. فانا هرجع لي دائما ايش؟ فاضية، الريز فاضية، تمام؟ فهي فكرة البريك ماتش اول، لو انا مثلا انا عندي فقرة بدي ابحث على كل الايميلز المذكورة في الفقرة هذه، فلازم استخدم بريك ماتش اول عشان اطابق كل الايميلز اذا موجودين، لانه بريك ماتش حتجيب لي بس اول تطابق. طب باقي الايميلز مثلا او باقي الارقام مش حتجيب.
فعليا الرول تبعت الايميل مثلا اللي بتستخدمها اللارافيل داخليا هم كاتبين ريجولار اكسبريشن بيعمل ماتشنج لموضوع الايميل. لو بدنا نعمل احنا كمثال توضيحي، لو انا بدي اعمل رول الباترن تبع الايميل، نتخيلوا مع بعض عشان بس ننهي في موضوع الماتش. فكده احنا معروف اي ايميل شكله بيكون في عندي نيم، النيم ممكن يكون في دوت، ممكن يكون في داش، ممكن يكون في اندرسكور صح، وممكن يكون في ارقام. يعني ممكن واحد يعمل ايميل بهذا الشكل، بس طبعا مش شرط لحرف ورا بعض، يعني ممكن نحكي زي كده نيم دوت لاست نيم اندرسكور رقمين، ممكن هيك يكون شكل الايميل. تمام، بعدك اشارة الات، بعدك بيجي عندي الدومين دوت كوم مثلا، هذا فعليا ايميل. طبعا في حسب الشركه المزوده، في اغلب الايميل طبعا كستاندرد مسموح بالدوت ومسموح بالداش ومسموح بالاندرسكور. زمان ما كانش مسموح الا بالاندرسكور، بس حاليا غيروا القواعد وصار بامكاني حتى يحتوي على داش كمان، حتى ممكن يحتوي الايميل على احرف بالعربي كمان، اللي هو نظام الاي دي ان اي، اللي هو نظام الانترناشونال نيم. انا حتى الايميلز ممكن تنكتب حتى بالعربي، بس اغلب يعني الشركات ما بتوفر غير بالاحرف اللاتينيه. لو احنا بنعمل اكسبريشن بيعمل ماتش لاي ايميل هيك شكله، فلو بدنا نكتب هذه القاعده مع بعض، معناته انا واضح انه انا عندي كلاس بتحتوي على A to Z او A to Z ومن 0 ل 9، ممكن اسمح بالدوت عفوا، وممكن اسمح بالداش، وممكن اسمح بايش الاندر سكور. تمام، في هذه المشكله ايش؟ انه ممكن الايميل يبدا بدوت في الحاله هذه، ممكن الايميل هذه الرول هتسمح انه ممكن الاسم يبدا بدوت، وهذا غلط. تمام، مش صح. يبقى احنا بدنا نعمل رول في الاول بدون الداش والاندر سكور والدوت، بس يكون هيك. ولو بدنا حتى انه يبدا برقم، ولو انه حاليا مسموح انه الايميلات حتى تكون مجرد رقم، فانا ممكن احكي انه على الاقل المقطع الاول يكون فقط احرف وارقام. فممكن احط ايش؟ كاركتر واحد على الاقل او قد ما بدي. بعدين بروح اقول له كمان مره نفس المقطع هذا A to Z، A to Z 0 ل 9، هنا بنضيف الدوت مع الداش مع او الاندر سكور. يعني هيك صار، ممكن الاسم على الاقل انا بضمن انه الاسم ما يبداش بكاركترز غير الاحرف والارقام. بعدين ممكن اقول له بدي اسمح بالاضافه لهم كمان الكاركترز والاحرف الاضافيه. تمام، برضه هنا حيكون 1 اور مور على الاقل. تمام، او حتى مش شرط 1 اور مور، ممكن خليها ستار، لانه خلص ممكن يكتفي بالمقطع هذا. تمام، بعدك اشاره الات دائما هتكون موجوده، لاحظوا ما حطيتهاش بين الكلاس، لانه هذا الكلاس الثاني ممكن الكاركتر يكون موجود ممكن ما يكونش موجود، بس هذه الات هيك انا بحكي لازم تكون موجوده في المنطقه هذه تحديدا. بعدك بيجي مقطع الدومين، الدومين نيم تقريبا نفس المقطع هذا، انه على الاقل الدومين نيمز ما حيكون شكلها زي هيك، عباره عن احرف وارقام في البدايه. بعد هيك ممكن يكون عندي المقطع اللي بيحتوي على هذا الشكل تقريبا، بس ما عدا الاندر سكور. في الدومينز نيم ما في عندنا اندر سكور. في طرق كتير، هو في تبع اللارافيل هم حاطين ايميل بس داخليا كاتبين شغله زي هيك. تمام، طبعا في عده طرق للماتشنج، هذه الطريقه انا كتبتها، بس في ناس بتكتبها بطريقه ثانيه، ممكن طريقه مختصره اكثر، بس في النهايه انا بكتب اكسبريشن فعليا بيعمل ماتش لاي ايميل. طبعا انا مثلا حكيت له انه بده يكون الدومين نيم بيبدا على الاقارب بحرف وارقام، بعدك ممكن الدومين نيم يحتوي على الدوت بالاضافه للداش، بس انا برضه ما بدي الدومين ينتهي بدوت وداش، عشان هيك هحط انا ايش؟ ستار. بعد حقول له لازم الدومين ينتهي، هو مش بالضروره زي اللوكال هوست ما بينتهيش، فخلص. بعدين ممكن احكي له بده ينتهي بال،
خلص خليها زي كده بتقدم. لا بس كان ما بدي ينتهي يعني، اقول لي في الاخر دوت، فلازم اعمل كمان مقطع تمام ما يحتويش على الدوت والداش، يحتوي فقط على الاحرف والارقام مرة تانية. ممكن بس لو بدنا نحكي انه هذه اذا بتسمح فقط تكون النهاية بلس، لا ما انا بدي اسمح باي سب دومين يعني، مش شرط دوت كوم دوت نت دوت كذا. طبعا هيك انا بحكي حيبدا وينتهي بهذا الشكل وهي القص يعني، هيك تقريبا بيعمل ماتش لايميل حسب انا كيف تخيلت رسمه الايميل. ممكن نيجي نعمل تيست الوقت لهذا الباتر مع هذا الايميل. هذا الايميل يفترض انه حسب الاكسبريشن احنا كتبناه يفترض انه حيعمل ماتش الباترن سيمي كولون باترن، حنقارنه مع الايميل ونشوف الماتش. فممكن استخدم ماتش عاديه مش ماتش اوت، نشوف الناتج تبع الماتشز. لاحظ عمل لي ماتش للايميل. اي خطا زي ايش؟ انه مثلا خليت الايميل يبدا بدوت، بالنسبه انا الاكسبريشن كتبته انا مانعه يبدا بدوت، فانا يفترض انه مش هيعمل لي ماتش. لو نسي يحط اشاره الات على سبيل المثال كمان اكيد مش هيعمل لي ماتش حتى لو كان بادي صح. طب حط اشاره الات وخلى الدومين حط دوت في اخر الدومين يعني ما سكرش الدوت كوم او دوت نت، كمان مش هيسمح عمل ماتش. عمل ماش لانه حاجه فينا بلس. هنا لازم نحط هنا عشان انا هنا اتركها زيرو اور مور، هذه لازم تكون بلس. ليش؟ عشان اجبره يحط لي بعد الدوت على الاقل احرف. طبعا انا الدومينز فعليا والله بطلت مقيده، في زمان كان عندي اثنين او ثلاثه يعني مثلا دوت كوم دوت نت او دول دوت بي اس، بس فعليا حاليا صار في عندي غير، في مثلا حسب اسماء المدن في دوت انفو اربع خانات، ففعليا فيش عندي مقطع ثابت لل مسميه تي ال دي، فحنتركها مفتوحه هيك بعدد معين، بس هيك على الاقل مش هيعمل لي ماتش، لانه اجبرته انه لويز لازم ينتهي على الاقل المقطع تبعي ينتهي باحرف تمام بدون ارقام. على افترض انا بدي امنع حتى انه انا بدي افترض انه فيش عندي تي ال دي عباره عن ارقام، وغالبا مش موجود انه تي ال دي كارقام. هنا ورجعنا مرة ثانية مثلا دوت بي اس، هيك عمل ماتش بشكل صحيح. هيك حيعمل ماتش حيعمل وهيك صح فعليا فعليا هيك صح. ماشي ما هو اعتبر حرف الان، اعتبر حرف الان من المقطع الاخير عادي صح؟ حتى الفاليديشن تبع الايميل مش بسمح انه يكون في دوت. ما هو انا عيني تركتها، انا ليش كتبت المقطع هذا؟ انا تعمدت انه ما يكونش في دوت، يعني انا ما جبرتش، انا قلت لو انا بدي اجبره يحط دوت بحط الدوت هنا برا. بس انا ما بدي اجبره بالدوت فعليا، عشان هيك انا تركتها بدون، لانه فعليا مسموح. كرول من رولز الايميل ممكن الدومين ما يكونش له سافكس احنا بنسميه او تي ال دي. بشكل عام هيك احنا بنكتب اكسبريشن معين ريجولار اكسبريشن بيعمل ماتش لشكل السترينج، فهذا هو احنا بنسميه ريجولار اكسبريشن. كل لغات البرمجه نفس الرولز نفس القواعد، يعني انت سواء هذا اللي احنا تعلمناه بالبي اتش بي بتقدر تطبقه في الجافا سكريبت، هي نفس الرولز، هي يعني عباره عن شيء ستاندرد لغات البرمجه بتتيحه. فالقواعد هذه كلها ستاندرد، يعني في اي لغه برمجه انت هتروح هتلاقي نفس الرولز تبعت الريجولار اكسبريشن، بس اللي بيختلف مين الفانكشنز اللي هتستخدمها عشان تطبق اللي هي الرول مع النص. قلت لارافيل عامل لي رول اسمها ريج اكس بعتقد، ايش اسم الرول بتاعت لارافيل؟ وين الفاليديشن؟ الافيلابل رولز حرف الار
اه بس اختصار ريج اكس هيها، لاحظوا ريج اكس وبيعطيها الاكسبريشن اللي احنا كنا نكتبه هنا. يعني كيف يعني؟ يعني كده انا هاي الرولز تبعتنا، مثلا هاي الرولز، مثلا انا ممكن مثلا اجي هنا اقول له ايش زي كده ريج اكس واحط الاكسبريشن تبع، لاحظوا احنا حطينا الديليميترز وبنكتب الاكسبريشن تبعنا هاي. لا حتى لو في السترينج، حتى في السترينج، حتى لو بالطريقه هذه when using a rex dot rig button it may be necessary to specify rows in array instead it may دير بالك كاتب لك to specify rules in array instead of using delimiters. عارفة ليش؟ لأنه هذا لو أنت بدك تستخدمي هذا الكاركتر في الديليميتر في الإكسبريشن مش هيظبط، فهو بيقول لك هنا may. ليش may؟ بيقول إن لأنه أنت ممكن تحتاجي انه في الاكسبريشن تبعك تحط الكاركتر هذا اللي هو ال روحنا مره ثانيه، يعني انت في الاكسبريشن تبعك بدك تستخدمي هذا الكاركتر هو اشاره الاور، انت عشانك مستخدمها فما ظبطش معك. ليش؟ لانه بي اتش بي اعتبرت هذا ايش؟ فاصل ما بين الرولز. ففي الحاله هاي لو انا حستخدم هذا الكاركتر يبقى بدنا نستخدم الاري صح؟ الفاضي. لانه اول شغله بيعملها اللارافيل بيروح ايش يسوي؟ بيعمل اكسبلود على الكاركتر هذا. وبالتالي بيعتبر لايش الاكسبلود هذه الفانكشن في البي اتش بي، هذه الاكسبلود بعطيها سترينج بتحول لي لاري، بقول له السترينج هذا قسم لي العناصر في الاري حسب فاصل معين، اللي هو بالنسبه له ايش مين؟ الفيرتيكال، فهو اول شيء عملها ففعليا خرب لك الاكسبريشن. تمام؟ وأحصل يعطيك انه عندك في رول غلط، لانه اعتبر انه المقطع الثاني جزء من اسم رول وهذا رول مش موجود. بالضبط، عشان هيك هو قال لك ماي، يعني لو انت حتستخدمي هذا الكاركتر في الاكسبريشن مش حيظبط الا تستخدم الاري. اللي ما استخدمش الكاركتر هذا حتظبط معه، يعني مش حيواجه مشكله. هاي تفسير النوت هذه. تمام؟ لانه ممكن تستخدموا الفيرتيكال بار في الاكسبريشن، وهنا طبعا الفيرتيكال بار بالنسبه للرولز في اللارافيل لها معنى خاص انها فاصل ما بين الرولز. تمام؟ في هاي الحالة طبعا عشان نكون في السيف سايد يكون عندنا الرولز مقسم على شكل عناصر اري مش على شكل سترينج زي ما احنا اشتغلنا هنا. فهي فكرة الاجريجولار اكسبريشن يا جماعة عشان بس تكون في الصورة، وبالتالي ممكن تستخدموه عشان تعملوا ماتشنج لأي شكل من أشكال السترينج اللي ممكن يخطر في بالكم. بعض الرولز طبعا اصلا جاهزه اللارافيل، يعني من ميزتها انه اغلب الرولز اللي الواحد بتوقعها زي قصه الاي بي ادرس، مثلا في رول للاي بي ادرس، الاي بي ادرس لو انا بعمل له ماش انا فعليا بعمله كريجولار اكسبريشن انه ثلاث ارقام دوت ثلاث ارقام دوت واحد. لا مش ثلاثه، من واحد لثلاثه دوت من واحد، يعني لانه الاي بي مينيمم واحد وماكسيمم قديش؟ 255، حتى بدي اعطي له انا هذا الرينج كمان يعني يكون اقل رقم واحد وماكسيمم الى طريقه، يعني ممكن تنعمل لانه مش شرط، لانه لو كتب لي 300 دوت 300 هو كاكسبريشن ممكن يطلع صح بس كاي بي يطلع غلط. المهم ففعليا الاي بي ادريس هذا عباره عن ريجولار اكسبريشن، بس اللارافيل بدل ما تقول لي انت اكتب اكسبريشن انا مجهز لك اياه على شكل رول اسمه اي بي، زي قصه الايميل كمان هم عاملين لي رول اسمه ايميل، لكن بعض الرولز الثانيه احنا هنضطر نكتبها كريجولار اكسبريشن اذا كان ما لهاش شيء جاهز. طيب ما انت ثبتت السنه بس انت لقيت قدام سنتين حصير 2014 ايش؟ بدك تحاول تعمليها بطريقه دايناميك، ممكن في ناس عملوها كيف بيفور وحكوا الكرنت ديت ماينس 14 يير وظبط برضه ما حط. في طرق يعني لها اكثر من طريقه الحل، واغلبكم انا شفتكم يعني في ناس عامله حل هيك وحال هيك، يعني هذا عجبني انه كل واحد فكر بطريقه مختلفه. طيب ممتاز، فهذا يا جماعه بس بالنسبه للريجولار اكسبريشن.